أم هيفين عاقل مندي مهنة سياسة مداري مهنة قيادة مي تاريخي هنة هاي بنجوي تشتي هاني وبراكو جي دوي چي نبد ناما كرداد جبر ديروكي دي تجربة ما براكو جير هاي وتشتكي قلكي خراب ونباش كس استفادة ناقش دجمنا بيفي وناخوازن جو يعني في شكل يجي قضية كردية في وقت هاني خاصة جوناكا هم بهن أم تخوازن جو حل ببي وحقي كردا بجي وأنا يعني فين فين أف أف جفا أف شر شيب وأف إشكالات شيب من دهلين جو قضية كردية جي بتشكي ويبدور كذا كي جان كردكي شريف كردكي باقش في تشتي في تشتي في كي قبولنا كشريف راكوجي شركي بس بري كرداش في شري تير خواريه ونتيجة ضربة دانية قرأ كرد جدرز خوي بري فير قرتبن ادي ندما براكوجيه دما سركفتناي قرأ كم لغور ما سركفتنا نابن جبو في شر براكوجيه از دبينم جملتي ما دخوازي انو توعية نابا تشي بجبو لبوريني كي تكر نابا وجبو اشتي ام هيفيد كن اف كار كري سياسي في تشتي رابن وام ناخوازن فتنتك اف ناب ملتي ما از وراتیج بازار قامش لوم بگو من اتشته ایرو چه بو سنونه و خانصوره ناکه و برجامندیه ملت کرد و ام دیجی شر براکوژینه مداری بدانی کردستان عراق هد و ام ویتشتی نخوازن و ام نه ویتشترن اپوچی و برزانی یکن وقت زارو که مرو بریه پف کردن گرک پف نکردن گرک شرط چی سر براکوژیه چی نبه وقالوا سروك قش حلبكن وقش بري هبن وقش داسي خو بدن ها فشرا انا باش والله شري براك وجينا باش شكر دي سوري رجينا باش وش ما قش ارجي عراقي وش تردعنا باش